مرحب بيكم فقرة الفتنس. يعني احنا بنبقى حريصين دايما في 10 الصبح ان احنا نعمل فقرة فتنس اسبوعية على قد ما نقدر، بس لفئات مختلفة بقى من حضراتكم. يعني النهاردة هنتكلم تحديدا ليه رباط البيوت، ازاي انا لو يعني ام وعندي مسؤوليات في البيت ويمكن ما بنزلش امارس رياضة بشكل كبير لاسباب مختلفة، يعني فازاي ممكن الرياضة تيجي لغاية عندي وبشكل كمان مبسط اقدر ان انا احقق ده. خلينا نرحب بكابتن سيمو محمود، مدير جيم السيدات في النادي الاهلي، وهي عندها كتير بقى تقولوا لحضراتكم كمان عملي، يعني هنوريكم ايه التمرينات بسيطه جدا نقدر ان احنا لو مارسناها كل يوم حياتنا فعلا واللايف ستايل وجسمنا ممكن ان هو يختلف. يمكن انا عملت قبل ما ندخل كان عدينا مع بعض 1200 واحده وانا قاعده، يعني موضوع بسيط خالص. صباح الفل. صباح الفل وصباح السعاده يا نهال. لا انا مبسوطه انك معانا، وفقره مهمه لفئه كبيره جدا في المجتمع حقيقي، وهم يعني معذورات فعلا نقدر نديهم كل العذر، ان مشغوليات كتيره جدا. يقول لك الست اللي بتشتغل يعني يمكن مشغوله اكتر، لا ده ربه البيت هي المشغوله اضعاف اضعاف، ده حقيقي. مظبوط. فازاي ممكن نبدا كده معاكي وتقولي لنا يعني ربه المنزل او السيده اللي ما عندهاش وقت او البنت اللي بتكسر تنزل تعمل ايه يعني من بدايه كده عشان تغير اللايف ستايل بتاعها؟ هو اول حاجه احنا دايما بنحب نتكلم مع يعني مع رباط البيوت او البنات اللي هم وصلوا مثلا يعني الشيب اكبر من هم كانوا بيتحركوا او بينزلوا. فتره الكورونا كمان بينت لنا كلنا الفتره دي جدا اثرت على طول، اثرت يعني حتى اللي بينزل او بيشتغل او اللي قاعد في البيت. فاحنا بنقول اول حاجه احنا نظبط اكلنا، ما نروحش للحاجات اللي فيها اكل يعني من الشارع او كده، ناكل اكل نظيف زي ما بنقول اكل من البيت، نهتم شويه بالمحتوى اللي احنا بناكله. تاني حاجه بقى الرياضه، يعني انا لو جبت يعني حاجات بسيطه قوي عندي في البيت هبدا ان انا اعمل بيها تمارين. طب هعمل تمارين ازاي؟ انا خايفه ان انا اذي نفسي او خايفه ان انا يعني احط اي محتوى ان انا ما اقدرش اشتغل بيه. خلاص احنا ممكن نشغل ميوزك، الميوزك يعني الناس كلها بتخليها فان اكتر، يعني بتروح بترفه شويه. بالظبط، فبتخليكي اكتف اكتر، بتخليكي متحمسه. شغل البيت نفسه الاب اند داون، وهنزل اجيب حاجه من الارض او هحط حاجه فوق او هحط حاجه يمين شمال، ده اللي احنا اوريدي اصلا بنعمله في الرياضه. بس احنا عندنا تمرين منظم، بس احنا بنعمل ايه؟ بنعمل تمرينات الموبيلتي اللي هو مثلا لو استخدم ايديا ورجليا مع بعض ده بنعمله احنا اوريدي في البيت. استخدم حاجه عاليه عشان الرشاقه بتاعتي بنعمله في الجيم. هوطي قوي بنعمله في تمرين السكوات. فكل الحاجات دي احنا لو بنعملها بس رتبناها هنوصل للي احنا عايزينه في شكل جسمنا. بس نقوي العضلات، ما نسيبش نفسنا قاعدين، مش هتلي دي من بعيد هات لي حاجه لا احنا نعمل اعمادنا بنفسنا، ما نبقاش معتمدين على حد. الحركه حلوه حتى لو في البيت. بالزبط. الواحد يقوم يجيب الميه لنفسه، يعني دي اقل حاجه خالص. احنا عندنا هنا ثقافتنا بنبعت يعني اهالينا يبعتونا واللي متجوز ومخلف يبعت لو الحاجه قدامه ما يقدرش يجيبها والله. طيب ازاي اقدر برضو اقيس الاوزان؟ لان برضو عشان اعمل عضل او عشان اعمل شيب او علشان اعمل تونينج ان انا اشد الجسم يعني لازم بيبقى فيه ويتس، ما ينفعش ان انا العب يعني حتى ساتس كده من غير ويتس يعني. فلو انا في البيت ازاي اعمل ده؟ يعني دي مثلا سهله، دي بتتباع ده 2 كيلو كستارت طبعا لاي سيده، ده بدايه 2 كيلو ده ولا حاجه يعني، بس ممكن نبدا بيها وتتجاب عادي في البيت تلعب بيها. يعني لازم يبقى فيه ويت صح كده؟ مظبوط. طبعا انت قلتي ان دي حاجه ولا حاجه، احنا طبعا عندنا الخوف الفظيع الناس اللي في البيت او في الجيم، احنا بدانا نغير الثقافه دي كمان. الويت ما بيعملش عضلات، مش هيخليني ولد، مش هيخليني عندي عضلات صح كبيره. دي ثقافه موجوده، بنقعد نقنع الناس، الناس تيجي تقول لا انا مش هشيل ويت، الدكتور قال لي اوعي تشيلي ويت، مش هو ده اللي بيتخنا خالص، ده بالعكس هو ده اللي بيخلي شكل جسمنا ملموم، عضلاتنا مشدوده، شكل جسمك مشدود. فاحنا بنبدا بالبيزك، يعني لو 1 كيلو 1 كيلو بنتمرن بيهم فتره هيحصل لي ادابتيشن من الكيلو، خلاص تبقى حاجه بسيطه قوي. ده لو جبت ازازه ميه صغيره وحطيت فيها رمله او ميه هيبقوا عندي 2 ويتس، هتبقى حاجه حتى لو انا مش لسه عارفه اشتري. نبدا بكيلو 2 ويكس، نبدا نطلع بعد اسبوعين 2 كيلو 3 كيلو، بس احنا ما بنشيلش اقصى يعني اقصى حاجه عندنا في التمرين الواحده، لا انا باخد مثلا لو انا بشيل مثلا 100 كيلو فانا هبدا اخد منهم اول حاجه 20 كيلو اتمرن بيهم لان انا لسه بيجنر، فولا بطلع لويتس عاليه قوي ولا بنزل لاقل قوي لان انا العضله قويه. بس محتاجه ان انا اقويها بحاجه خارجيه. طول ما انا هقعد اشتغل كده مش هتديني اي نتيجه، لازم احط لها مؤثر خارجي عشان ابدا اشتغل.
عضلاتي وجعتني بعد التمرين، دي حاجه كويسه جدا، مفيش اصابه، ما اخدش مسكن، دي الجيم ما عمليش خطر، البيت لو انا عملت شويه، لو نفضت جامد شويه او عملت حاجه بنقوم عضلاتنا وجعانا، دي حاجه هايله. بنقعد نقول لهم دايما اطمنوا، ما تاخدوش مسكن، ما تتعبوش، لا كملوا، اعمل مور اكتيفيتيز، هو ده اللي هيخلي عندي عضلات وشكل جسم متناسق. حلو قوي الكلام ده. وكمان في نقطه تانية بيعاني منها او بتعاني منها معظم السيدات، لو هنتكلم في مصر ان ده راجع للثقافه شويه، الجسم بيبقى مش مشدود، يعني ممكن حتى واحده يبقى جسمها متناسق يعني والويت بتاعها صحي وكل حاجه، لكن جسمها مش مشدود، فده بيبقى وحش قوي، ده يمكن بيبقى سيء جدا على النفسيه يعني. فازاي ممكن ده برضو نعالجه؟ يعني هتورينا تمرينات مثلا عملي ممكن ان هي تعمل نعمل ده في نفس للجسم. الوقت احنا اكتر حاجه بنقعد نقولها ما نخسش بدايت بس، الدكتور اللي هيقول لنا خسي بدايت ما تروحيش الجيم، اجري بسرعه منه ما تكمليش معاه، صح، لان انت بتخسي بدايت بس بيبان انك عضلات. عيانه والجلد نفسه بيبقى مش بالزبط. حلو حتى في بتوعي عضلات بيبان. بتفقدي كميه عضلات فظيعه، شكل جسمك هتتخسي وتبقي شكلك تحفه، بس بعد كده ما بترجعيش بقى تدوري على الخارجي ولا حاجة الداخلي على فكرة. ما هو بقى الداخلي بقى بيبقى الشكل مش متناسق يعني الترهلات زادت جدا. احنا بقى نحاول نلحق ده قبل ما نوصل للفتره دي. فاحنا مع تمرينات التونينج عامه او التمرينات اللي بنعملها في الجيم او في البيت، هو ده اللي بيخلي العضله مشدوده وهخس بس بالتغذيه. في بقى نقطه تانية مهمه جدا، لان يعني دي لازم نخلي بالنا منها، احنا اجسامنا مختلفه، كل سيده ليها رسمه جسم، يعني في بنات مهما اكلوا هم هيفضلوا الجسم او العود الفرنساوي، في ناس ثانيه او بنات ثانيه اللي هو الجسم الكيرفي مهما خست عمرها ما هتبقى الرفع اللي هو بتاع المودلز، فكل واحده ليها ربنا اداها شكل جسم وده بيميزها، فالبنت الكيرفي مش مفروض ان هي تطمح ان هي تبقى الجسم الفرنساوي، لان بالعكس ده جميل جدا على فكره واحلى انا من وجهه نظري، وده برده جميل والعكس صحيح. ف دي برضو نقطة لازم يفهموها، لأن يعني واحدة ممكن يبقى جسمها 60 كيلو بس هي كيرفي تقول لك أنا عايزة أخس 50 كيلو وأنزل أندر ويت، إزاي تخسي هو رسم جسمك كده؟ بالعكس يعني دي حاجات إحنا بنعاني منها، إحنا أصلا بندرس حاجة اسمها أنماط الجسم، يعني كل واحد ليه شكل جسم، حتى البيئة اللي بنعيش فيها، مثلا لو في لو بنبص عن جنوب أفريقيا ليهم شكل جسم مختلف، مثلا يعني في كل بلد ليها طبع وشكل وبتاع، بس برضو المحتوى اللي إحنا بناكله بيأثر جدا 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 جدا. طيب انا ازاي اقتنع واحب شكل جسمي واحب نفسي كده؟ ان انا ابدا صحتي، ما بقاش بعمل حاجه وانا تعبانه، انا الهدف من الرياضه بتاعتي ايه؟ احافظ على شكل جسمي، احافظ على صحتي، اعمل كل حاجه وانا مش تعبانه، هتحميني بقى من كل حاجه. فنقتنع بشكل جسمنا، نحبه، خلي عندنا عضلات قويه، ناكل اكل سليم، هي دي الحاجات اللي احنا دايما يعني بنسعى لها وبنقول لهم حبوا نفسكم، دي اكتر حاجه. حلو جدا. الولاد ينزلوا المدرسه. ايوه. ابدأي بقى وشوفي كابتن سيمو هتعمل ايه ونعمل زيها. خلينا بقى نبدا معاكي لو أوكي. دول هتحتاجيهم طبعا. يس. ايوه. هو الموضوع ممكن برضو لحضراتكم يبقى في الاول يعني يا انا لسه بقى هتمرن، لا صعب الموضوع، 2 ويكس، اسبوعين، اسبوعين لو واظبنا القصه بجد هتبقى عاده. فنبدا معاكي بقى كابتن سيمو نشوف ايه. أوكي. احنا عندنا حاجتين لو هنشتغل واحنا واقفين، بيبقى دايما رجليا بتسع كتفي، ركبتي متنيه وخلي يعني مخليه ظهري على ورا، او لو هشتغل وانا قاعده ومش قادره اشيل حاجه وانا واقفه برده بقعد على الطرف الكرسي، ومعايا برده ازازتين الميه او الدمبلز، اي حاجه شايلاه بس لازم تكون قد بعض. طيب انا لو هبدا هرفع الشولدر او هدفع كتفي لفوق وهنزل بالراحه، انزل بالراحه. ناس كتير كمان بتعاني من الراوند شولدر، فدي حاجة احنا بنحاول نقويها. لو انا قررت التمرين ده 8 عدات لمدة يعني 4 مجموعات 8 عدات، ده هيفرق معايا. طيب بعديها هبدأ ارفع ايديا لفوق 90 درجة، لو مش قادرة اشتغل الايدين الاثنين مع بعض هشتغل الاول يمين ارجع شمال ارجع. انا دراعي ثابت دراعي ثابت وبطلع، او كتفي ثابت وبطلع بايديا لفوق، او الاثنين مع بعض مع النفس وبرجع بالراحه. هو التمرين طبعا بيبان ان هو بسيط، لكن عضلات الكتف كلها والظهر والشولدر والشاست كلهم شغالين مع بعض، بالذات الحته اللي هي بتبقى هنا دي هنشتغلها تمرينات خاصه لان الترايسبس طبعا الناس كلها تقول انا بقى عندي حاجات نازله، عندي اجنحه غريبه كده، فبنبدا ان احنا نحط لها تمارين كتير قوي 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 في الجيم. طيب لو انا عايزه العضله الاماميه بتاعت اللي هي البايسبس
ببدا ان انا اشغل فوق وارجع تاني، بس ما وصلتش للمدى البعيد اللي هو اقصر على كوعي. أوكي. لا انا كوعي بس متني، بطلع وبنزل، بطلع وبنزل. طيب عضله التشست، الناس برضو بتشتكي التشست عندي شكله مش عاجبني، عايزه التشست يبقى شكل هو احسن. هو الشكل بيبقى ايه اصلا اللي هو يعني العظمتين yes، اللي العظمتين بارزين، التشست اب مش داون، لان طبعا بعد الولاده او الرضاعه او بريست كانسر في حاجات كتير قوي بتبقى مؤثره على عضله التشست، لان هي من العضلات الضعيفه محتاجه تمرين باستمرار. اوكي. طيب انا هقعد برضو ظهري مفرود، بطلع بايد وانزل، بالايد الثانيه وانزل. ده احنا يعني بنتكلم عن الناس البيجنرز خالص، او اطلع بالاثنين وارجع تاني مع النفس، اثنين وارجع تاني. هعد كام عده؟ بنعد 10 عدات ل 12 عده، بكررهم 4 مرات، بطلع وبنزل، بطلع وبنزل. طيب لو انا عايزه شكل تاني، مثلا انا بطلع لفوق الف لقدام، افتح، ارجع تاني جنب ايدي، اجين اب، افتح، انزل، الف ايدي. طيب الترايسبس بقى اللي احنا كلنا بنبقى مصممين عليها، يعني طبعا عضله كبيره، بتبقى عضله مساعده في تمرينات كتير، بس انا هشغل لها تمرين خاص. انا بقف، ركبتي متنيه، ظهري مايل سنه لقدام، ببدا ايدي جنب جسمي، ارجع ايدي ورا، اطلع تاني للجنب، افرد، اطلع. من اول 5 عدات هنبدا نحس بيها، واكرر برضو 10 عدات ل 12 عده 4 مرات. لو اللي مش بيتحرك الجزء اللي تحت اللي yes، فوق من المفصل بس، يعني انا برجع لورا وارجع تاني، ارجع لورا. لو عديت 5 عدات واحنا قاعدين كده هنحس بيها على طول. حلو قوي. بقى طيب الشولدر برضو او الكتف الامامي، او ان انا مثلا بحس ان انا عندي راوند شويه، او ان انا بقيت مايله، او انا بقيت عندي حاجه مشكله في ظهري، انا برضو بقعد مايله لقدام شويه، ظهري مفرود، بطلع 90 درجه للجنب وانزل تاني. لو انا مسكت اي حاجتين نفس الوزن بالظبط وبرفعهم لفوق وارجع تاني مع النفس، وهعد برضو 10 عدات، مش قادرين على 10 في الاول هنعد 8، مش قادرين هنعد 6. لا كده نبقى كسح بقى يعني. لا ما احنا بيجنرز بقى خالص يعني. كمان ده 2 كيلو يا جماعه، ده ولا حاجه. بس والله الناس بتخاف من ال 2 كيلو ده، هيعمل لي عضلات فظيعه. يا ريت يعمل لنا عضلات. هي دي ثقافه بنغيرها يعني. حضرتك ما تسالش دكتور، لان الدكتور مش متخصص في القصه دي، اسال يعني ترينر، اسال حد متخصص في القوه البدنيه. الويتس بجد مالهاش علاقه ان هي تخليكي او تحولك لراجل. انا نفسي كنت زمان فاكره كده، بالعكس ده هي بتخلي الشيب يبقى احلى بكتير. ده مظبوط. زي ما يجي لنا حد بيقول لنا احنا عايزين دايت، نقول لهم لازم دكتور. احنا مالناش دعوه. لازم دكتور طبعا. والتمرين بقى خلوه علينا احنا. لفوق وهرجع تاني بمنتهى السهوله والبساطه مع النفس. لو استمرينا بس على يعني كمل يعني التمارين دي، هنلاقي شكل جسمنا مختلف تماما. يعني بص، هي مش هتاخد في اليوم اي ثينك يعني تلت ساعه يوميا لو عملناها، يعني ده اقل كمان. يس. فده كمان ممكن يخلي النفسيه بتاعت الست نفسها مختلفه. يعني باي تايم طبعا الكلام ده مش هيظهر من اول اسبوع، من اول شهر، يعني ممكن ياخد من 2 لـ3 ان الشيب بيختلف تماما، بس هيفرق جدا في النفسيه. لان احنا لسه كنا في اول الحلقه كابتن سيمو بنتكلم على هرمون السعاده. هرمون السعاده بينتج لاسباب كتيره جدا، زي ما احنا قلنا حاجات كيميكالز، بس منها ممارسه الرياضه. ده كل الناس بتتكلم في الرياضه بتعمل او بتفرز هرمون معين هو الخاص بالراحه بالسعاده، ان انت بتطلع مع العرق مع المجهود كل الطاقه السلبيه اللي في جسمك. فيعني الرياضه شيء بجد اساسي، يعني مزود. لا يمكن الاستغناء عنه بجد. احنا بيجي لنا ناس تقول انا جايه اتبسط، انا جايه يعني اتبسط على فكره، دي جمله حلوه قوي. او انا عندي مشكله لسه جايه مثلا من الشغل متخانقه، لسه جايه من البيت عندي مشكله، خليني اتمرن، خليني اطلع الطاقه اللي انا عندي دي في اي حاجه في التمرين. في ناس بتروح للكيك بوكسنج برضه. يس ده حقيقي، ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. فبنقعد نقول لها اقعدي افردي ظهرك،
التخانين اللي متغاظه كده قدامك ونعمل بونش ونرجع تاني. فهنلاقي طبعا كل الناس دلوقتي شغاله، ده احسن تمرين يعني، متهيألي ده هيبقى اكتر حاجه بالنسبه لهم مريحه يعني. بس اتخيل يعني المتغاظه منه قوي قوي ده قدامي، يلا على طول ده متهيألي ممكن نعد منه 1000 عده، ده زي ال 1200 الاول. الطاقه جت لوحدها. ده حقيقي. بس التمرين ده بجد مفيد جدا، عضلات يعني الصدر كلها. واحنا قاعدين بنتفرج على المسلسل، واحنا قاعدين بنتفرج على وات ايفر يعني، سهله جدا. الميزه ان انا مش مضطر اعمل او ابذل مجهود او اصرف فلوس معينه او اضيع من وقتي يعني. بالظبط. وحضرتك قاعده على الكرسي، فدي حاجه لا كويسة. ومش خايفه كمان ان انا اذي نفسي، كلها تمرينات سيفتي. ما فيهاش يعني ما فيهاش استخدامات لايدين ورجلين مع بعض. دايما الناس اللي في البدايه ما بنخليهمش يستخدموا ايدين ورجلين مع بعض، الايدين لوحدها او الابر فيو. الابر فيو بالظبط، واللور بودي فيو. وبعد كده نبدا بعد فتره يكونوا خلاص يعني اخذوا يعني التمرين وانطباعاته وفاهمين ازاي، عشان ما حدش ياذي نفسه. طيب احنا قدامنا دقيقتين، فهاخد منك وانت بتتمرني بعض المعلومات برضو. امتى نمارس الرياضه دي في اليوم؟ بعد ما نفطر مثلا؟ وبعد ما نفطر بقد ايه؟ ولا قبل ما نفطر يعني؟ خلينا برضو نعرف التوقيت الامثل ليها. بصي، هو دايما انا بسال الشخص اللي معايا يومك ماشي ازاي، بتحب تتمرن امتى، بتحب تفطر امتى. في ناس تقولك انا ما اقدرش اخد اي حاجه الصبح، فاحنا برضو بنغير في الثقافه. لا، احنا لازم قبل التمرين من ساعه ونص لساعتين ناخد وجبه الفطار بتاعتنا، حاجه تدينا انرجي في التمرين، حاجه تدينا يعني طاقه عامه عشان اقدر. مثلا مزايه مع الفطار او كده قبلها بقد ايه بقى؟ المزايه مش هتديني مشكله يعني ان هي مش هتقدر تتهضم وكده، لا بالعكس. ده بالظبط كده. والكافي برضو قبل التمرين؟ والكافي برضو في ناس بتحب تاخدها، وفي ناس برضو تقول لك بعد التمرين اكون خلاص انا اوريدي فقت او اوريدي قمت. لا، هو بس انا بدخل جسمي في الاول حاجه اكلها، تبدا معدل الحرق بتاعي يشتغل. فلما هروح التمرين انا خلاص انا جاهزه يعني. ابدا بقى نحرق. بس بعد التمرين بقى احنا بنقول ايه؟ طبعا عندنا فايبرز بدات تتقطع بقى، وبدات ان هي يعني العضلات والحاجات، احنا عايزين نعوض اللي احنا عملناه في التمرين. الناس بتطلع تاكل كتير جدا جدا، جعانه، فقدت كميه كالوريز في التمرين كبيره. لا، يعني نهتم قوي باكل بروتين لو احنا الصبح بيضه، يعني الحاجات اللي هي فيها البروتين الاولانيه ده. بعد لو احنا بعد يعني الظهر او العصر الغدا بناكل فراخ، الحاجات اللي هي برضو مشاوي مش مقلي. بالظبط. لا طبعا مشاوي طبعا. كلها، واكل طبعا لازم يكون صحي. التأثير كمان على حياتنا في الأكل الثقيل ده بيعمل وخم يعني، ما بيبقاش حاجة بيجيب كسل ده فرشور يعني. بالظبط. فإحنا دايما بننصح بعد التمرين ناخد بروتين، قبل التمرين ناخد أي حاجة فيها كارب أو أي حاجة فيها سكريات تديني إنرجي في التمرين، إن أنا أقدر إن أنا أكمل التمرينة بتاعتي كلها. سكريات طبيعية مش سكريات؟ لا طبعا سكريات طبيعية. أيوه. يعني تمر، عسل طبعا أبيض طبيعي طبعا، من غير الحاجات اللي هي بتبقى مخلوطه بسكر وحاجات دي. الفواكه برضو فيها يعني سكريات اوليه. حلو جدا. حاجه بس ان انا ما بقاش داخله التمرين حاسه ان انا محتاجه اهضم الاكل ده. ما لو كلت تقيل كل الدم بيروح للهضم، بنيجي في التمرين تعبانين جدا. تعبانين جدا صح. فبنقول لهم لا بلاش، ناخد بس حاجه هيلث كده الصبح، ونبقى احنا بادئين يومنا طبعا بالسعاده اللي احنا دايما بنتكلم عليها، عشان النفسيه فعلا بتاعت السيدات الفتره دي محتاجه ان احنا شويه نشتغل عليها. ضربنا في عونهم والله. يس. في عوننا كلنا بجد والله. المراه شيء او كائن عظيم وروعه والله العظيم. ده مش عشان احنا يعني النساء او بنات، لا انا بجد لا بشوف احنا نساء برضو. المراه حماله وحد بجد يستحق زي ما بتقال لي كده شابوه. يس. يعني ربنا معانا، ربنا يسعد جميع السيدات ويسعدنا جميعا، عشان احنا لو انبسطنا الباقي هينبسط والله. والله احنا معدل الميزان بتاع هرمون السعاده لو الرجاله تعرف دي، اسعدونا هتنبسطوا والله بجد. وطلباتهم بسيطه والله، يعملوا اهتمام اهتمام بالزبط. كلمه حلوه دلع. الحاجات دي كلها بتفرق طبعا في صحه المراه وصحه زوجتك وبنتك ووالدتك، الحاجات دي بتفرق جدا. كل حال نورتينا بجد كابتن سيمو يعني، وتبقى مقرره بقى معانا باذن الله. اكيد ان شاء الله يعني. نهارك سعيد ان شاء الله، ويومك يا رب يا رب يا رب علينا جميعا. فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم بقى اخر فقره معانا النهارده.